السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وخير. نبدا بيه الكلام الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده باذن الله هنقدم لكم فيديو جديد واثبات سحب جديد وبعض النصائح لموقع كوين بيو. الموقع ده احنا كنا شارحينه سابقا في القناه ودي مش اول مره نسحب منه او ننشر له اثبات سحب. باذن الله هنسحب منه النهارده مبلغ حوالي 1 دولار و28 سنت. اللي ما عرفش انا بتكلم عن ايه اصلا وموقع ايه اللي انا بتكلم عليه دوت يروح يتفرج على فيديو الشرح اللي قدامه دوت. الموقع دوت واحد من احسن المواقع للربح من النقرات يا جماعه، سواء نقرات على الاعلانات، سواء مشاهده فيديوهات، سواء اوفرز، سواء الكلام ده كله اللي هو المعهود بتاع المبتدئين. واهم شيء في الموقع انه صادق وبيدفع بدون ايداع ولا بدون جهد ولا اي حاجه. عشان تستفاد من الفيديو لازم تسمعه كامل، في كلام مهم هنقوله لك. ما تنساش بقى لايكك المتين وشير لو بتشير، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب النهارده هيبقى اول اثبات سحب الموقع كوين بي يو يا شباب بالايميل الجديد. هنسحب 5100 من الساتوشي. طبعا الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو تقدر تخش على القناه وتتفرج على الفيديو دوت، وفي نفس الوقت برده هنسيب لكم شرح الفيديو كامل في الوصف تحت. الموقع دوت واحد من افضل المواقع للمبتدئين يا جماعه، والمهم انه صادق وفي نفس الوقت بيدي كميه معقوله من الفلوس مقابل الضغط على الاعلانات. طبعا هخش على كلمه وزدرو من هنا، وكنا في فيديو الشرح احنا رابطين مع بعض البير. طبعا تقدر تسحب بكل الطرق السحب الموجوده ديت، بس للاسف كل الطرق ديت بيبقى عليها رسوم. لو اخترت اي طريقه من دول هتلاقي ان عليها رسوم يا معلم، زي ما انت شايف كده الترانزاكشن فيز. الحاجه الوحيده او الطريقه الوحيده اللي ما عليهاش رسوم هي البيير، زي ما انت شايف الرسوم بتاعتها زيرو. وزي ما قلنا في فيديو الشرح اللي فات ان اقل حد للسحب هم 3000 ساتوشي. فبكل بساطه هبدا ان انا اكتب ال 5106 اللي معايا دول، هتلاقي ان هو بيقول لي ان دول بيساوي حوالي 1.28 من الدولار. زي ما قلت لكم مبلغ كويس جدا مقابل ان انت بتنكر على الاعلانات وبتشوف فيديوهات وحاجات بسيطه زي كده. هبدا بعديها ان انا ادوس على كلمه كونفيرم من هنا، بيقول لي ان هيتبعت لك الفلوس على الرقم دوت. هقول له كونفيرم تاني، هيبدا ان هو يحمل معايا كده يا معلم، وبيقول لي ان في خلال 3 ايام عمل هيوصلك الفلوس. طبعا اول سحب يا جماعه هتضطر فعلا تنتظر 3 ايام او يومين عشان يوصلك السحب، ولكن زي ما احنا عارفين من الفيديوهات القديمه والايميل القديم اللي كان معانا الفلوس بعد كده بتوصل يوميا. فيا جماعه اي حد بيشكك في الموقع او بيفكر ان الفلوس مش توصل، الفلوس هتوصل وهنكمل معاكم الفيديو باذن الله لما توصل. ولكن حابب انوه لك ان في قوائم تشغيل احنا عاملينها لمواقع الصدقه يا جماعه بتاعه المبتدئين. هي قائمه خاصه بالاثباتات اللي بننشرها للمواقع ديت اسبوعيا، يعني احنا كل اسبوع بنسحب من المواقع ديت يا جماعه او مواقع معينه وبننشر لكم الاثبات بتاعتها هنا. وبالمناسبه المواقع اللي هنا ما بتطلبش ايداع ولا اي حاجه من كده. طبعا انت هنا هتلاقي الاثباتات بس، ولكن شروحات الفيديوهات كلها هتلاقيها في الوصف. صحيت ونمت يا معلم، وبعد مرور تقريبا يوم زي ما انتم شايفين 1 دولار و28 سنت والحاله بي ده اهو، وادي الترانزاكشن اي دي. ولو دخلنا على البير هتلاقي الفلوس زادت معايا يا شباب، ولو دخلت على الهيستوري من هنا هتلاقي المبلغ اتبعت لي بتاريخ 12/9 الساعه تقريبا 6 مساء، اهو مبلغ 1 دولار و28 سنت، حتى نفس الكود المرجعي لو الناس ملاحظه. فالموقع زي ما قلت لكم قديم جدا وصادق وفلوسه كويسه بالنسبه للي انت بتعمله عليه. انا برشحه لناس كتير جدا وخصوصا المبتدئين يا جماعه اللي هم لا يفقهون شيء وحابين ان هم يكسبوا مبالغ بسيطه من الانترنت. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.